شخصيا من المتأثرين بسعد اليابس من زمان من السبعينات، يعني من لحظة يعزف بأن أحس بأنه يندمج مع الخشبة أو الطبل أو الطبل بشكل غير طبيعي. واليوم من قالوا لي هذا ابنه لاحظت بأنه عند هذا الفعل نفسه، هل توارثه بشكل صح؟ فعلا لاحظت هذا الشيء، لأنه غريب هذا النوع من الإداء، ما أدري شيء يحرك بداخلي.